في ظل سعيها لخلق بيئة داعمة وشاملة تتيح للشبيبة فرصة لتفريغ طاقاتهم وتنمية مواهبهم الثقافية والروحية والاجتماعية لأجل بناء مجتمع مزدهر بقيم التعاون والتضامن، وبدعوة من شبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم أقيمت في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي محاضرة بعنوان رسالتي في الكنيسة، شهدها العديد من الشباب والشابات. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. رسالتي في الكنيسة، هذا هو العنوان التي اتخذته شبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم. فبأجواء أخوية وروحانية أقامت الشبيبة بفئتيها العاملة والجامعية لقاء ومحاضرة قدمها الأستاذ بشار علاوي، وذلك في مؤسسة العمل الكاثوليكي. رسالتي صراحة إذا حابة بوجهها للشباب، بكفي أعتقد أنه نضلنا اتكاليين ونستنى من حدا يجي يحكي لنا تعالوا أو سووا أو اعملوا. أعتقد يعني حان الوقت أنه إحنا كشباب نبلش نفكر أكتر وين دورنا في الكنيسة، ونكون أكتر مبادرين حتى ندخل في الكنيسة. بناء على خبرتي أعتقد أنه رسالتي يمكن طولت تمنه اكتشفتها، بس أعتقد أنه إحنا في 2024 يعني جيل منفتح شوي على التكنولوجيا، فأعتقد بسهولة ممكن نبلش نلاقي وين شغفنا في الكنيسة وكيف ممكن أنه نخلي شبابنا يرجعوا للكنيسة. بدأ اللقاء بصلاة من الأخت أنا سلوى المرشدة الروحية للشبيبة وترتيل وترحيب بالحضور. اجتماعاتنا ما وقفت ولا أي جمعة من السنة إلا غير بس فقط فترة الأعياد، لأنه كنا بنعتبر أنه لازم الشباب يلاقوا فيه لإلهم بيت يلي هو يحتموا فيه حتى في ظل الأوضاع اللي إحنا موجودين فيها. لازم يكون فيه لإلهم ملجأ حماية لحتى أنه يكتشفوا أنه الله قريب منهم، الله موجود في حياتهم والله برافقهم حتى وقت الصعوبات. بالعكس، وقت الموجة وقت الصعوبات ربنا بكون حاملهن على كتافه وماشي فيهن، من خلال استقبالنا لإلهم، من خلال وجودنا معاهم، من خلال كمان تأمين لهم إنه نأمن لهم جو ومكان يلي يجتمعوا فيه أسبوعيا، وكمان كل مرة كانوا هن بحاجة. فاليوم لشباب وصبايانا يلي موجودين في الأرض المقدسة ولكل الشباب بقول لهم إنه ما تضيعوا الفوكس والهدف في حياتكم. الله قريب منك حتى بالرغم من كل الصعوبات يلي انت بتواجهها. ما في صعوبة الله غير قادر عليها، ولكن لما نحن بنكون متسلحين فيه نحن بنقدر نتحمل ونواجه ونجابه ونقاوم ونستمر في مسيرتنا، لأنه الله معنا، الله ما بتركنا، بالعكس هو ماسك ايدنا وماشي معنا الطريق زي ما عمل مع تلميذي عمواس. تخلل اللقاء حوار مفتوح حيث طرحت أسئلة عن أهمية رسالتي ودور كل فرد في الكنيسة وكيفية انخراط الشبيبة أيضا في الكنيسة وكيف يكون إنسان فعال، فالشباب هم العنصر الأكثر. أسئلة كثيرة طرحت، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب في فلسطين. أنا عضو في الشبيبة صار لي سنتين، جاي أتعلم وأتقرب من يسوع، أتقرب روحانيا، أفهم، أضل في الكنيسة وأخدم، وكمان هاي رسالة حابة أتعلمها أني أوصلها للكل. وبتشكر نورسات على حضورهم وعلى كل شيء. جرى نقاش حول اكتشاف الدعوة والموهبة وكيفية استغلالها في خدمة الكنيسة والمجتمع، فلكل شخص رسالة وموهبة مختلفة. فالشبيبة هي مجموعة شبابية تابعة للرعية اللاتيني في بيت لحم، تسير على نهج القديس فرانسيس الأسيزي الذي جعل المسيح محور حياته. لذلك تعمل الشبيبة على تعزيز الروح الدينية للشباب المسيحي من خلال المشاركة في القداديس والمحاضرات والأنشطة والرحلات الداخلية والخارجية والمخيمات والعيش بتعاليم الإنجيل. انتهى اللقاء بالشكر من قبل الشبيبة للأستاذ علاوي لما قدمه من خبرته الحياتية والتي حملت في طياتها فائدة وخبرة. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.